أهلا بكم مشاهدينا في موجز لأهم الأنباء. طالب رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله اللجنة الرباعية الدولية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف كافة الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال وإعادة إحياء العملية السياسية وفق معايير جديدة تضمن إنهاء الاحتلال. جاء ذلك خلال لقاء الحمد الله في مكتبه برام الله رئيس مكتب تمثيل الرباعية الدولية كيتو دوبور. في هذه الأثناء قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية دكتور مصطفى البرغوثي أن يوم أمس كان يوم الإعدامات المتكررة الذي لا يمكن السكوت عليه لا دبلوماسيا ولا رسميا ولا حتى شعبيا. وأضاف البرغوثي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مركز وطن للإعلام برام الله: إذا سمحنا للإسرائيليين بالاستمرار في ذلك فهذا يعني أن كل الشعب الفلسطيني مستباح. لا تقولوا رصاص مطاطي، هذا ليس رصاص مطاطي، هذا رصاص معدني خطير جدا، خاصة أن الجيش الإسرائيلي يتعمد أن يقوم بإطلاقه من مسافات قريبة جدا على المتظاهرين، ويمكن أن يكون قاتل ومؤذي جدا. وهي طبعا عندما تطلق من مسافة قصيرة وتضرب الجسم بشكل مباشر يمكن أن تكون قاتلة. ميدانيا أصيب عدد من طلبة جامعة البوليتكنيك في الخليل بالاختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع، وتم نقل أحدهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. جاء ذلك خلال المواجهات التي اندلعت بالقرب من مستوطنة بيت حجاج جنوب الخليل، وكان العشرات من طلاب الجامعة قد خرجوا من الجامعة بمسيرة غاضبة على زيادة وتيرة اعتداءات المستوطنين على الأبرياء الفلسطينيين. من جانبها نظمت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اعتصاما أمام مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني في رام الله احتجاجا على التحريض الإسرائيلي بقتل الصحفيين واستهداف المؤسسات الإعلامية الفلسطينية. وأكد نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر أن النقابة اتخذت قرارا بإيداع ملف خاص بانتهاكات إسرائيل بحق الصحفيين الفلسطينيين في محكمة الجنايات الدولية من أجل ملاحقة ومحاكمة قادة الاحتلال. نحن بدأنا واتخذنا قرار وأعلننا أنه بإيداع ملف لدى محكمة الجنايات الدولية على جرائم إسرائيل بحق الصحفيين الفلسطينيين باعتبار أن الاعتداء على الصحفيين هو جريمة حرب حسب القانون الدولي، ولذلك سنحاكمهم ونلاحقهم. وطلبنا من الاتحاد الدولي أيضا تحريك قضايا في دول غربية وفي محاكم دول أوروبية ضد قادة جيش الاحتلال مجرمي حرب الإسرائيليين على جرائمهم. أيضا طلبنا الاتحاد الدولي نفسه بأن يوفد يعني وفد من الاتحاد الدولي كلجنة تقصي حقائق ليرى على الأرض ما يجري في فلسطين. يوم الخميس سيتوجه نقيب الصحفيين لإرسال كل هذه الوثائق إلى بروكسل إلى مقر الاتحاد الدولي، وهناك اجتماع للجنة التنفيذية للاتحاد الدولي. نأمل أن يتخذوا قرارات سريعة ومهمة بحق الشعب الفلسطيني بحق الصحفيين الفلسطينيين. نختم الموجز مع حالة الطقس، فمن المتوقع أن يكون الجو يوم غد الاثنين غائما جزئيا وصافا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. كما يكون يوم الثلاثاء أو كما يطرأ يوم الثلاثاء انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. إلى هنا نصل مشاهدينا إلى نهاية الموجز. لمعرفة المزيد من التفاصيل بإمكانكم زيارة موقع وطن الإلكتروني وطن.tv. أما الآن فدمتم برعاية الله وإلى اللقاء.